نظمت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الندوات والزيارات المنزلية واللقاءات مع السيدات في ضوء حملة الوزارة زواجها قبل 18 يضيع حقوقها، والتي تستمر لمدة 60 يوما في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنمية الريف المصري. تهدف الحملة التي انطلقت بالإسماعيلية إلى تحقيق 4 رسائل أساسية، وهي لا لزواج الأطفال، ولا للتسريب من التعليم، ولا لختان الإناث، واثنين كفاية بهدف تنظيم الأسرة. بنركز على لا لزواج الفتيات أو لا لزواجها قبل 18 عام لما لها من أضرار على البنت وأضرار على الجيل القادم، لأن بيترتب عليها مشاكل كتيرة جدا صحيا سواء للأسرة للأم أو عدم تسجيل الأبناء، ودي مشكلة بنقابلها كتضامن اجتماعي لأن الزواج غير موثق، لأن البنت لسه ما وصلتش للسن القانوني.